سلام الناس، مرحبا بكم في جوهرة الغرب تلمسان. اليوم جيتكم بوصفة شعبية محبوبة، الببوش. الوصفة نحتاج الببوش، نغسلوه ولا ترانزيسيون دوك نغسلوه 7 فوا. فيريفو ديجا الا يكون حي ولا ميت، هكذا باش ما ناكلوش الجايف. هذا نفيريفيو افيك ان كوردون، نفيريفيو اللي يكون داخل بيان سور، نفيريفيوه نغسلو مليح مليح. نعاود نبدل الماء، ندري عليه شويه ملح باش يخرج البزاق ديالو. هيا ونشلو مليح مليح. حركو قبل نخليه شوية ونشلو مليح مليح. بوش خصو يغسل مليح. الشليلة التالية خصو يكون الماء صافي. الوصفة تاع الببوش، نحتاجو الببوش بيان سور، النونخة الحر، قطعة تاع الليمون، البرتقال مجفف، قطع من قشور البرتقال، بصلة صغيرة، الصحتر، الملح، وهنا نحتاجو قطعة من القماش توب تاع حياتي ولا اللي يكون عندنا باش نعملو كموسة تاع كامل هاد لي زانغريديون، باش في الاخير نحيه. في هاد التوب تاع حياتي نحط كامل المكونات، نأدو ما نحطوش الحر اللي ما يحبش لاصوص تكون حرة ولا للدراري الصغار. هكذا نبلعو بحال الخيط، نحطو في الأدرة. اليوم نبدا نحط الببوش تاعي، نلفت 7 تاع الحبات هكذا، 4 في يد و3 في يد، ونقول بسم الله الله أكبر. هذه تحيتك يا غلال بالملح والسحتر. بسم الله الله اكبر. هذه تحيتك يا غلال بالملح. بيان سور نكون حطيته في لاكوكوت وفيه الماء، والببوش ما يجيش بالفلفل الكحل، الفلفل الاحمر، ويجي بلا زيت، ما نعملوش فيه الزيت. نخليه يطيب على نار متوسطه حال ساعه. هذه النتيجه الاخيره تاع الببوش ولا بوجغللو، كل واحد وكيفاش يسميه. ان شاء الله تجربوها. هذه الوصفه اكتسبتها من تجربتي الشخصيه، حبيت نبارطاجيها معكم باش تعلموها المبتدئات في الطبخ واللي ما يعرفوش يطيبوا. ما تنساوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.